الدخان. تحيات حياتك يا فندم. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ مبروك. وطبعا يعني اكيد يعني كان مشوار طويل من سنين حققتوه السنه دي بصعود كليه الدوري الممتاز. هو الحقيقه الموضوع فعلا بقى يعني اكتر من 50 سنه انا متابعكم، يعني متابعكم يا فندم والله. هو كان حلم طويل الحقيقه ومن زمان قوي، واحنا قاعدين منتظرين اليوم دوت. ده حقيقي. انا بقى لي 3 سنين تقريبا في الشركه، ولما جيت قعدت مع الفريق والكباتن معاك اهمت، وربنا يكرمهم ساعدونا وحققوا، طلعوا رجاله وعملوا اللي عليهم، والحمد لله طلعنا على الممتاز. الممتاز ده يعني بالنسبه لنا زي ما بنقول هو صحيح كان حلم، لكن هو فكره ان الشركه الشرقيه الحقيقه عندها تيم قوي قادر على تحقيق الاهداف كلها، فدي من ضمنها والرياضه كمان. يعني احنا الشركه الحمد لله النهارده بنمر بحاله تحول جميله، السادة العاملين مأدين الدور بتاعهم، والناحية الرياضية السادة اللعيبة بتوعنا مأدين الدور بتاعهم، وإحنا كمنظومة متكاملة اسمها الشرقية الحقيقة بتعمل بتؤدي بطريقة ممتازة الأيام دي. وبشكر الكباتن اللي معاك كابتن تمساح ومنشد الحقيقة، الناس اللي شرفوا أي فرقة يلعبوا فيها. طيب أنا بس السؤال، يعني ما الفرق ما بين السنين اللي فاتت والسنة اللي نجحت فيها للصعود يا أستاذ زين؟ والله انا هقول لحضرتك على حاجه. انا السنين اللي فاتت انا ما كنتش موجود، لكن انا عارف انه انا بتكلم مثلا سنتين، حضرتك بتقولي بقالك 3 سنين، سنتين اللي فاتت انا بقالي سنتين سنتين ونص اللي هم الموسمين اللي فاتوا. طيب كان الفريق كان في الدرجه، كنا في الدرجه الثالثه صحيح، والحقيقه انا قعدت معاهم وقلت مع الفريق والجهاز الاداري والجهاز الفني، واتفقنا على انه مفيش يعني مفيش مجال ان احنا غير ان احنا نطلع للممتاز، عشان نطلع الممتاز لازم نؤدي في الدرجه الثالثه عشان نتصعد الثانيه. ويعني كانت رحله طويله، ما هياش يعني مش ماتش كسبناه طلعنا بيه، لا احنا بقى لنا الموسمين اللي فاتوا مركزين، والموسمين احنا مركزين وطلعنا الاوائل. يعني احنا يعني من ساعه ما قعدنا واتفقنا مع اللعيبه والجهاز الاداري والفني واتفقنا على ان احنا هنصعد، الفريق الحقيقه ادى اللي عليه بطريقه ممتازه، وفضلنا في المركز الاول. انا فاكر من الاجتماع الاولاني اللي قعدت معاهم واحنا في المركز الاولاني، نهينا الدرجه الثالثه واحنا في المركز الاول، صعدنا للدرجه الثانيه او به، واحنا وفضلنا في المركز الاول من اول الموسم لغايه اخره، وتصعدنا بعد كده الممتاز. فهي رحله الحقيقه رحله كلها يعني تصميم واراده وعزيمه وفكر الحقيقه بيتنفذ على الارض. يعني مش نطلع وننزل ونطلع وننزل وناخد نقطه ونخسر، لا احنا من ساعه ما اتفقنا ان احنا هنصعد للممتاز وحطينا الهدف قدامنا اشتغلنا عليه، شفنا ايه كل العوامل اللي ممكن تطلعنا، لعيبه جبنا فرق، جهاز اداري، جهاز فني، امكانيات، كل حاجه اتحطت علشان نصل للهدف ده. والحقيقه برضو في نقطه انا عايز اقولها وهي نقطه مهمه جدا. اتفضل. يعني النادي الشرقية البطولات مش بس فريق كرة القدم، عندنا 5 فرق تانيين كلها بنفس يعني الهوكي مثلا مركز أول دوري وكاس وسوبر، بلياردو نفس الحكاية دوري وكاس، شطرنج احنا مكتسحين، الطايرة الحمد لله طالعين ممتاز، السلة هتيجي يعني أصحاب نقول ورانا. يعني الفكر ماشي لتنفيذ هدف، وهو وضع النادي الشرقيه اللي تابع للشركه الشرقيه في احسن مكان. السنه الجايه ان شاء الله هنضيف لعبتين كمان، يعني فردي وزهر حاجه جميله وجماعي، علشان نثبت الفكره بتاعه انه احنا كنادي او كشركه عندنا هدف، والرياضه بالنسبه لنا ما هياش باي ذا واي، دي شيء مهم ومركزين فيه، وهنوصل ان شاء الله. طيب باشمهندس هاني، انا يعني هنتهز وجود حضرتك، واحنا سعداء طبعا بوجودكم في الدوري الممتاز، وان شاء الله لسه طبعا هكلم حضرتك ايه الاهداف الفتره اللي جايه، لكن خليني بس يعني حاجه كده كانت مبهمه لبعض الناس اللي متابعين للدوري الدرجه الثانيه ونادي شاي دخان، والتغيير اللي حصلت في يعني الخطوات الاخيره، يعني كابتن علاء ابراهيم عدم وجوده ووجود كابتن علاء نوح، اسباب عدم التكمله مع كابتن علاء ابراهيم كانت ايه؟ يعني احنا هنا يعني الموضوع يعني دايما بنتكلم بصراحه في البريم والصراحه، فبالتالي اتمنى ان حضرتك يعني الاجابه تكون موجوده بدون
ما نروح شمال او يمين يعني. فبعتذر يا فندم. موضوع كابتن علاء الحقيقه احنا اتكلمنا فيه بطريقه مستفيضه. كابتن علاء راجل محترم الحقيقه، عمل شغل كويس معانا، بنحترم كل المجهود اللي عمله، وكان معانا واحنا بنصعد من الدرجه الثالثه للدرجه الثانيه، والحقيقه قبل بلاء حسن وكنا ماشيين كويس قوي. جت فتره حصل فيها تعثر يعني، وكان فرق النقط بيننا وبين الثاني زي ما بقول 12 نقطة، وده كان فرق مريح يعني، خلينا تخش على الأدوار الأخيرة أو الماتشات الأخيرة وأنت مريح يعني، مرتاح من يعني عارف الهدف بيتحقق وهتوصل فين وهتطلع إزاي. اللي حصل إنه ابتدى يحصل تعثر، 12 نقطة نزلوا 7 نقط لأربع لخمس نقط، وصلنا لنقطة وإحنا بنتكلم بنقول يا جماعة طب إيه اللي هيحصل؟ إحنا وصلنا لمرحلة خطر يعني، فرق نقطة ما عادتش فيه أي يعني، ما عادش فيه ارتياح. الحقيقة برضه أنا عايز أوضح نقطة مهمة، إن الجهاز الإداري اللي موجود في مجلس الإدارة اللي في النادي هو المختص بكل الإجراءات الفنية، أنا بتشاور معاهم طبعًا باعتباري رئيس شرفي للنادي ومسؤول عن الشركة. وهم خدوا قرارهم انه التعثر ده خد وقت طويل يعني، خد وقت اطول من اللازم، لازم يحصل تغيير في الوقت ده، كان لازم يحصل تغيير، والا ما كنت هتخش الماتش اللي بعده وانت مش عارف انت ايه اللي هيحصل لك يعني، فكان لازم تحصل هذه الصدمه. واعتقد ان هم حصل الاتفاق على التغيير، ولكن احنا بنرجع تاني نقول انه كابتن علاء ابراهيم ما ننكرش في اي لحظه دوره. هل هيحصل دعوه لكابتن علاء لو في اي حفل تكريم اللعيبه؟ كابتن علاء يعني زي ما اتفقنا ان هو معانا في كل وقت، ومجلس اداره النادي الحقيقه يعني بيكون له كل احترام. طيب بالنسبه للموسم اللي جاي بقى، فكره التعاقدات وفكره في وقت ما تقول لك انا هلعب بنفس اللعيبه باشمهندس، اللعيبه اللي صعدتني، او في تغيير ممكن يبقى بعض اللاعبين، وانه يبقى طعم بعض اللاعبين من الخبرات اللي متواجدين في الدوري الممتاز، الاستراتيجيه او الفكر اللي موجود بقى عند نادي الشهيد خان في النقطه دي بالذات؟ زي ما قلت لحضرتك انا طبعا انا رئيس تنفيذي والعضو المتابع للشركه نفسها، لكن انا سايب الاجراء الاولي والتقرير الاولي للمجموعه اللي في النادي، مجلس اداره النادي ولجنه الكوره هم اللي بيحددوا دلوقتي، ومفروض ان انا اخد منهم التقرير واناقشه معاهم خلال الاسبوع ده او الاسبوع الجاي. احنا الحقيقه طبعا كل اللعيبه ليهم الاحترام بتاعهم ودورهم يعني كان مميز، وزي ما تقول التصعيد الصعود ده ما بيحصلش من فراغ ومش صدفه ومش ماتش، لا ده مجهود حصل خلال فتره طويله. احنا الحقيقه زي ما اتفقنا على خطوط عريضه للمرحله القادمه او التواجد في سنه اولى ممتاز، اللي هي احنا الحقيقه مش ناويين طبعا ننافس على المراكز الاولى طبعا يعني، لانه احنا الحمد لله ومش ناويين يعني، والخطه ان احنا ما ننزلش يعني، احنا موجودين عشان نقعد، وزي ما قلت يعني ان احنا ان شاء الله هنحط خطه كويسه ونتواجد في الثلث الثاني من الجدول. الهدف ان نكون في مكان محترم لغايه ما نجهز نفسنا. طبعا الممتاز مختلف تماما عن بقيه الادوار اللي موجوده، محتاجه مراجعه، محتاجه تواجد او فكر نتعلمه وعشان نعرف نكمل بعد ان شاء الله. في مكافات حلوه للعيبه يا باشمهندس؟ كل الناس ليهم كل حاجه كويسه. تمساح اصله بص قاعد عمال ايه يفرك في ايديه. بص حبايبنا دول حبايبنا، واللي خدوا بالهم مننا واحنا بناخد بالنا منهم. عاجبني ضحكه حضرتك كده وابتسامتك وانت بتتكلم. ابتسامة محترمة يا باشمهندس. كتر خيرك يا فندم. ربنا يخليكم، مبروك الصعود، ان شاء الله نشوفكم في احسن حال في الدوري الممتاز. الباشمهندس هاني امان رئيس نادي الشرقية للدخان.